بس كويس ان انت عارفه اصل المشاكل جاي منين، اصل الحاجات جاي منين. يعني انت واعيه انه الطريقه اللي مامتك كانت بتتعامل معاكي بيها والتوقعات بتاعتها اللي كانت بنياها فيكي وعليكي هي سبب ان انت تحت الضغط العصبي ده. انا ما بكبرش المواضيع دي قوي في دماغي، اقول لك ليه؟ عشان احنا بالذات في العرب مش زي الاجانب، عارفه لما مامتك تزعق لك هيمسكوها يسجنوها، ما عندناش الكلام ده. يعني انت مامتك بتجري وراكي بالشبشب، مامتها هي حره فمامتي بحبها زي ما هي. فلا ما بلومش على امي قوي، بس انا عارفه ده جاي منين. فاهمه قصدي؟ وكمل معاكي بقيه حياتك. كمل معايا بقيه حياتي عشان هبقى صريحه معاكي. انا عمري ما اديت لنفسي بريك ان انا اي ديسكفر ماي سيلف. عارفه طول الوقت انا عايزه اعمل كذا، لازم اعمل كذا. يعني طول الوقت بتلاقيني بعمل حاجه في حياتي ام تو بيزي ان انا اقف قدام المرايه كده ابص لنفسي، انت كويسه؟ انت تمام؟ طب انت هابي؟ انت ما عمري عمري في حياتي ما كان عندي الوقت ده. ده أثر على حاجات كتير في حياتك، على ناس حتى حواليكي مش عليكي لوحدك، صح؟ أثر على أبويا أكتر حد. يعني أبويا كنت حاسة في آخر أيام عمره إنه هو كان كان حزين علي. أبويا كان شايف ده وحاسس بيه؟ كان شايف كل حاجة. كان بيجي ساعات ببقى نايمة بيجي، عارفة اللي هو يبص عايز يشوف إذا أنا عايشة ولا لأ، بعيط ولا لأ. أبويا كان أبويا قريب جدا مني. كان بيقولك إيه؟ قبل ما يموت قال لي نفسي اشوفك مبسوطه، مش عايزه اشوفك متضايقه تاني. يعني قال لي حاجات كتير قوي. وقبل ما يموت واحنا رايحين للمستشفى وانا عارفه ان هو هيموت اليوم ده، قال لي عمرك ما تبطلي تغني. بس مش عايزه اعيط، ما تعيطيش الحلقه دي. انا عايزه الناس المره دي بس تعرفها، مش عايزه الناس تبقى مش عايزه اعيط، بس ربنا يرحمه. بس انا عارفه ان بابا دلوقتي لو شافني هيبقى مبسوط، عشان أنا في أسعد أوقات حياتي. يعني أنا مرتاحة أول مرة في حياتي أبقى في حتة أنا برايوريتي بالنسبة لنفسي. ليه؟ عشان اكتشفت أنه مهما أنت بتبقي كويسة قوي مع أهلك أو ولادك أو الناس اللي حواليكي، أنت لو بجد مش كويسة هم بيحسوا بده. الناس اللي بتحبك قوي بتحس بده طبعاً. فأنا حسيت في وقت معين إن أنا وصلت لمرحلة إن أنا بدي، بس عارفة أنا تعبانة فما بديش فول أنرجي. فحاسة إنه بتدي يعني حاجات مش بتديها لنفسك، صح؟ فهي طالعة منقوصة. برافو عليك. وطالعة بسترس، وبحس إنه فعلا الحاجة ناقصة زي ما أنت قلتي. أساساً أنت لازم تبقي فعلا أنت اللي مبسوطة الأول عشان تعرفي تاخدي بالك من كل اللي حواليكي.